السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الحياة أسهل مع حياة. نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وأتم الصحة والعافية. فيديو جديد مع نبتة جديدة، ولكن قبل ما نبدأ بغيت نقول لكم شكرا جزيلا للدعم ديالكم وتعليقاتكم الأكثر من رائعة واللي تدل على طيبة أخلاقكم، وكلمة شكر قليلة في حقكم. ضيفتنا اليوم ان شاء الله غتكون كيف ما لاحظتوا في الشاشه هي زهره الكليفيا، اللي واحد النبته رائعه رغم انها ما تتحتلش واحد الشعبيه كثيره، ولكنها سهله العنايه سريعه التكاثر. عندها واحد الزهره اللي تظهر لكم في الشاشه لاكثر من رائعه، ولكن تقريبا العمر ديالها تيدوم من 4 الى 8 اسابيع. يلا اللي عنده اهتمام بهذه النبته ديال الكليفيا يبقى معنا حتى الاخر الفيديو. معلومات مهمه عليها، كيفيه التكاثر، كيفيه العنايه بها ومتطلباتها. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا، نتمنى من الله الى عجبكم محتوى القناه تنضموا لعائلتنا بالضغط على زر الاشتراك والجرس باش دائما تبقاو توصلوا بالجديد. وإلى عجبكم محتوى الفيديو بالضبط ترفعوه لأكبر عدد من اللايكات والبارتاج في مواقع التواصل، وما تبخلوش علينا باللايك. اللايك هو والتعليق هو وسيلة التواصل بيني وبينكم باش تنعرف الرأي ديالكم في المحتوى ديال القناة، وتيخلي الفيديو يقترحه اليوتيوب. يلا بسم الله توكلنا على الله. نبتة كليفيا هي نبتة داخلية بامتياز بوصيلية، موطنها الأصلي هو جنوب إفريقيا، واسمها العلمي هو كليفيا مينياتا، وهو مشتق من شخص إنجليزي اسمه كلايف، وهي تنمو في بيئتها الطبيعية تحت الأشجار. وأكثر شيء تميزها هو أن طول عمر الزهرة ديالها يتراوح ما بين شهر إلى شهرين، أي من 4 إلى 8 أسابيع. ولها رائحة عطرية مميزة جميلة، وتأتي الأزهار باللون الأحمر القريب إلى البرتقالي كيف ما تظهر لكم في الشاشة، وبعض الأحيان تأتي على باللون الأصفر وهي مهجنة، ولكنها تكون غالية الثمن. وطول النبتة يصل تقريبا من 60 حتى 90 سنتيم. أما بالنسبة لكيفية العناية بنبتة الكليفيا فهي قليلة الحاجة للعناية. أكثر ما تحتاجه هو واحد المكان اللي يكون نصف ظليل، تتعرض لأشعة الشمس الصباح فقط، لا تتعرض إلى أشعة الشمس المباشرة وبخصوص الشمس الظاهرة، مكان يكون كثير الإضاءة. أما بالنسبة لدرجة الحرارة المناسبة لنبتة الكليفيا فهي تكون درجة حرارة الغرفة، نبعدوها على مصادر الحرارة كالمدفاة أو الفرن، أي نوع لمصادر الحرارة نبعدوها عليها، وكذلك نبعدوها على التيارات الهوائية. أما احتياجاتها للسقف فهي تروى بغزارة في الصيف، وفي الشتاء تروى كلما اقتربت سطح التربة من الجفاف بعمق 3 سنتيمترات. وكيف ما قلت من قبل، فترة الإزهار تتكون في الربيع والصيف، وطول عمر الزهرة يتراوح ما بين 4 إلى 8 أسابيع. وتعتبر نبتة الكليفيا هي قليلة الحاجة للعناية، أكثر ما تحتاجه هو النيتروجين للحصول على أوراق نضرة، والبوتاسيوم للتشجيع على إظهار أزهار قوية كثيفة. ويتم تسميدها بسماد متعادل 20-20 NPK وبنصف الكمية المكتوبة على العلبة، مرة كل 4 إلى 6 أسابيع في غير فترة السكون من طبيعة الحال. هذه قاعدة متعارف عليها. أما بالنسبة للرطوبة فهي لا تحتاج إلى الرش برذاذ الماء، سواء كيف ما قلت من قبل السقي الغزير في الصيف وفي فترة السكون عند جفاف سطح التربة بعمق 2 حتى 3 سنتيم. ومعلومة أخرى هي أن
لابد أن تصل نبتة الكليفيا لعمر 3 إلى 4 سنوات حتى تزهر، وهذا يعني أن يكون لها من 12 تقريبا إلى 14 ورقة. ولكي تزهر بكثافة فيجب أن تحظى بليالي باردة في فصل الخريف ولمدة شهر، وبعد ذلك يقلل عليها كمية الماء لمدة 6 إلى 8 أسابيع. أما بالنسبة للتربة المناسبة لها فهي تحتاج إلى تربة من طبيعة الحال تكون جيدة التصريف، خفيفة، خصبة، غنية بالمواد المعدنية والمغذية. أما بالنسبة لتكاثر نبتة الكليفيا فيمكن تكاثرها بالبذور ولكنها صعبة وبطيئة النمو، أو بالتقسيم بالخلفات النامية التي تنمو بجانب نبات الأم، ويكون هذه الطريقة ديال التقسيم هي أسهل وأضمن الطريقة. كيف ما تنقول دائما أول شرط في عملية التكاثر هو أننا نختار أصيص يكون جيد التصريف، أي نعمل له واحد ثقوب في الأسفل بهذا الشكل. هذا هو سر ضمان نجاح جميع نباتاتنا المنزلية اللي تتكون في أوعية أو أصول. من بعد نعملوا واحد الخليط ديال التربة اللي يكون ما بين الطيرو وتربة الحديقة والرمل، ثلث يعني متوازن. وأهم شيء في خاصية التربة كيف ما قلت من قبل أنها تكون خفيفة جيدة التصريف، غنية بالمواد المعدنية والمغذية. نعملوا واحد طبقة خفيفة من الحصى في أسفل الوعاء لضمان جودة التصريف. من بعد نوضع خليط التربة ديالنا تقريبا نملؤه حتى الثلث، ونعملو على تفصيص أو لا تقسيم النبتة ديالنا إلى بصيلات كيف ما تتشاهدوا في الشاشة بهذا الشكل. نحاولوا على الجذور بشوية. وحاجة أخرى نسيت ما قلتها لكم هو أننا نعملوا على تبليل النبتة بشكل جيد، لأنها غتجينا صعبة التفكيك أو لا صعبة التقسيم. هانتوما كيف ما تتلاحظوا تنعملوا على التبليل ديالها باش نحافظوا على الجذور. تنحاول نعطيكم اكبر كميه من المعلومات، وتنوعدكم غنعطي ان شاء الله نحط لكم فيديو لوحده مخصص للتكاثر ديال نبته كليفيا وكذلك الاماريليس حتى هي بالتقسيم، غيكون مفصل بالضبط. لان في حاله الى سنحاول ما امكن انني نزرب باش ما يجيكمش الفيديو طويل. هانتوما كيف ما تلاحظوا انا اختاريت البصيلات وغنوضعوهم في الوعاء، من بعد غنبليو نملؤوه بالتربه ونخليو واحد الكميه في الاعلى ديال تقريبا 4 أو 5 سنتيمترات للسقي. غنقوم بهذا الشكل حتى نملأ هاد الأوعية اللي تيظهروا لكم هنايا كاملين. انتما كيف ما تتلاحظوا هنا ها هما حولتهم نقلتهم لهذا المكان اللي عندي تحت هاد الشجرة، تتوفر على إضاءة قوية وبعيد عن أشعة الشمس المباشرة. هنا وضعناهم هنا، هنا جمع جميع النباتات كيف ما قلت لكم، النباتات اللي تتبغي إضاءة قوية وبعيدة عن أشعة الشمس المباشرة بحال سانجانيوم، سيكاس، فوجير دو بوستون، لورتانسيان، الهوراسيان، المهم الوكاسيان. العنكبوت ميكروداسياس، هذا عندي من جوج نواع، كاين هذا النوع كاين نوع اخر. نتمنى من كل قلبي الى عجبكم هذا الفيديو وشفتوا فيه استفاده
ولو تكون بسيطة أنكم ترفعوه لأكبر عدد من اللايكات والبارتاج في مواقع التواصل. وبالنسبة للناس لأول مرة يزوروا القناة يضغطوا على زر الاشتراك والجرس ينضموا لعائلتنا باش دائما يبقوا يتوصلوا بجديد القناة. ونتمنى أنكم تشجعوا على اقتناء هذه النبتة الداخلية اللي سهلة العناية وذات رائحة مميزة وشكل فريد من نوعه. إلى الملتقى إن شاء الله مرة أخرى مع زهرة جديدة.